أسواق السمك في الدقهلية حالة من الركود، حيث يعاني أصحاب المزارع السمكية وعمال مصانع الأعلاف من حالة من الركود والإحباط وتكبد خسائر كبيرة، وذلك تأثرا بنفوق عشرات الأطنان من الأسماك في كفر الشيخ والبحيرة التي رصدناها لكم بالأمس، واللي كان عندها نفوق أو هذا النفوق استمر طافيا على ظهر المياه 4 أيام. نتابع. حالة من الحزن والضيق سيطرت على أصحاب المزارع السمكية في الدقهلية ومئات الصيادين وأصحاب مصانع علف السمك بعد انتشار شائعة أن الأسماك مسممة نتيجة تغذيتها بمخلفات غير صالحة للاستهلاك. شائعات تسببت في ضعف عملية البيع وكبدت أصحاب المزارع خسائر كبيرة. في دعاية طالعة أن السمك ما مسرطن، والله العظيم السمك ده بناكله ليل نهار، يعني بناكله وما في اي حاجه والناس كلها بتاكله، فين السمك المسرطن؟ فين السمك اللي بنشوف فيه الكلام ده كله؟ احنا ما بنشوفش حاجه. فين احنا كل الناس عندنا بتاكل سمك؟ في كل الناس بتاكل البولت، بتاكل الطبار، بتاكل البوري، فين السمك؟ فين الامراض الناس بتتكلم فيها؟ والله ما بنشوف لا مرض ولا حاجه، كل دي دعايه طالعه علينا، ليه؟ ايه السبب في كده؟ العلف ده من خامات جيده صالحه، عندنا مكان كاجهزه تحليل بتحلل اي خامه تنزل قبل استخدامها بحيث لو فيها اي ضرر بترجع. نفي تام من قبل اصحاب المزارع السمكيه لهذه الشائعه، مؤكدين ان تركيه العلف هي مراحل لصناعات طبيعيه 100% من فول صويا وذره يتم طحنها وخلطها من خامات صالحه وعليها رقابه من وزاره الزراعه. خبراء بالبحوث الزراعية وأطباء بالطب الشرعي والسموم نفوا بدورهم أن تكون الأعلاف مسممة وسببا في الإصابة بالسرطان، مؤكدين أنها آمنة إلا في حالة تغذيتها بملوثات قد تنتقل من الأكل إلى السمكة ومنها لجسم الإنسان. دي إشاعة طبعا كاذبة، ومقصود بيها ناس بتستورد سمك جاي من الفلبين ومن تايلاند ومن تايوان، ده عشان يضربهم زراعة أسماك في مصر. الحاجة الأهم إن السمك المستورد ده مش أقل من 6 شهور يعني الصيادة بتاعته، لكن بالنسبة للمزارع بتاعتنا اللي بتنتج السمك طازة، وطبعا سمك واخد بدأ الوقت يدخلهم في مصانع أعلاف، المصانع دي بتعمل أعلاف مركزة فيها جميع الفيتامينات، البروتين فيها حوالي 25 و35%، فيها طبعا سيلينيوم، فيها معادن، فيها املاح، فيها فيتامينات، ده كل ده عشان يزيد من يزود الحجم بتاع السمك. يذكر ان مصر تحتل المرتبة الاولى في الاستزراع السمكي على مستوى قارة افريقيا والثامنة عالميا، لذا اكد اصحاب المزارع السمكية ومصانع علف الاسماك ان هذه الشائعات تهدف للقضاء على الثروة السمكية في مصر لصالح الاستيراد. احنا هنفتح باب المشاركة مع المواطنين على الهواء مباشرة لاستقبال شكواهم فيما يتعلق بهذا الموضوع.